حاسبين القهوة والشاي. هيا وفطامي وتناهي الجمرة، كل وحدة تفرد في مزاياها، وسارة مع طيب نجمة مع بدرة، ولولو مع نجود الروح ملفاها، ولولو مع نجود الروح ملفاها. بنات الحين بشوف واجباتكم الامتحانات اللي حليتوها. اول شيء فطامي تعالي. اوكي ماما. صح. هيا ها تعالي ها اشوف كتاب. صح ما شاء الله عليك. ان شاء الله دانا. يا ماما شوف حطت لي كل شيء، قالت إنتي علمتيني غير عنها. هذه المعلمة غبية، ما أصلاً ما تفهم، أنا الصح وهي الغلط. ها؟ هون غلط. رسالة نصية من المعلمة. ممكن يا أم دانا أسري مع دانا دفتر الإملاء؟ بسجل صوتي. يا هلا بأحلى معلمة وأجمل وأشطر معلمة. حاضر حاضر نجيب دفتر العربي، وأنتي الصراحة من المعلمات الذكيات والحريصات. يا الله شو هذه العاملة؟ ما تعرف تطبخ؟ الصراحة أنا كم مرة فهمتها وما تفهم. ما أحب الناس اللي ما يفهمون بسرعة، صراحة طعم الأكل يعني طيب. شكرا شكرا شكرا، الأكل الصراحة مرة طيب، أنت أحسن طباخة الصراحة. الأكل طعم صراحة طعم الأكل لذيذ. اطبخ لنا زي كذا كل يوم. صح الأكل حلو. اشكروا أيوة. ليلى اشكروا ليلى. شكرا ليلى. هلا طيب شو حالك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. اوه لا تذكريني بأم خالد، هذه الإنسانة صارت جارتي. صراحة ما راح أريد أوصف لك إياها ولا راح أوصف لك، هي إنسانة مملة ومتكبرة ومزعجة كمان، وهي لسانها طويل. أقول أنا الصراحة ما عاد أريد أعيش جنبها. دانا ما يصير تتكلمين عن جارتك بسوء، وهذه غيبة تجيب الضيقة أصلا. أوه نسيت. استغفر 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 الله نسيت. مع السلامة يا طيف، بكلمك بعدين. أم خالد على الباب. شو أخبارك يا أم دانا؟ والله بخير الحمد لله يا أم خالد. لازم أضيفك. خالد أفش مص يماس. ليش أفتح سميك؟ ماما أنتي زادت
طويل. أنا لساني طويل. أوكي مخدر، تبين القهوة ولا الشاي؟ أوكي إن شاء الله إن شاء الله. أنا شو سويت؟ ماما قالت، ماما قال سعنك طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ميتا؟ ميتة؟ أو صح، أنا تكلمت عن أم خالد، وتكلمت عن المعلمة، وتكلمت عن العنجوز، وتكلمت عن الجيران. أحس إني زعلانة يا بناتي. هل يصير إننا نتكلم عن أحد هو مش موجود؟ لا يا ماما. لا يا ماما. تعلمت في المدرسة. أنت تكلمتي على الجيران وعلى العاملة وحتى على معلمتي ويلسي منه وقضى. أيوة على ما أجوز. قالت المعلمة لكل الصف إن لازم نتكلم على حد بسوء. صح كلام المعلمة يا دانا، أنا أخطأت وأنا الآن بروح معك أعتذر لكل الناس. الكلام على الناس وهم ما بموجودين أمر سيء والله ما يحبه. لازم نكون حريصين ان نذكر الناس بخير ونقول اللهم اغفر لي ولهم. شكرا يا ماما ان انت تعلمينا الصح، واحبك يا ماما. شكرا ماما. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب على الانستغرام والتيك توك. باي.